كتشفر والستير كتشفر والأملة كتستر سلالي راسو مرفوع. صوروا يا أخي طلعوا تشوفوا سيدي بوزيد المنطقة الهائلة اللي هي تطلع للمحيط الأطلسي وتتباع بثلاثة دراهم، ماشي تتباع تتنهب تتسرق، سرقوا علينا هاد الناس. ثلاثة دراهم اش تتشري المتر كاري؟ ماشي عيب، هما شراوها بثلاثة دراهم المتر كاري وتبيعوها بخمسة آلاف درهم المتر كاري. ما هاد المفارقة يا إخواني الأعزاء، ما هاد المفارقة؟ شوفوا هاد الحيف اللي تعرضوا ليه. ولكن ما قابلينش ثلاثة دراهم، ما قابلينش هاد القمع، ما قابلينش هاد التعسف، ما بغيناش هاد الشيء. العمران كنوجه نداء لجلالة الملك والمسؤولين والمدير العام تاع شركة العمران، حنا اليوم كاينين وغدا كاينين وبعد غدا كاينين وما مقاعدينش عليكم. وانا جيت خصيصا من المانيا وغنعاود نجي من المانيا وغنجيب معايا الناس كلها وكل شيء غادي يجي. واليوم الا كنا قلال غدا غتوحيو مع اولاد ولادنا، حنا بغيناكم ديروا معنا حل اليوم قبل غدا. اليوم الجماعة السلالية مؤازرة بالفرع الإقليمي الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قررت بعد سنة من نفض الغبار على ملفها أنها تخرج للشارع بعد أن ارتكن جميع مسؤولي المدينة إلى سياسة الأذان الصماء تجاه المطالب المشروعة ديالهم. هذه الجماعة اللي تعرضت كيف ما شرنا في البيان لانتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان، تعرضوا للتأديب، تعرضوا للتشريد، تعرضوا للترهيب، تعرضوا للحباسات باش ياخذوا لهم أرضهم. اليوم الجماعة السلالية قررت أنها تنتفض وبداية من عند شركة العمران اللي استولت على جزء كبير من الأرض ديالهم وما وفاتش بالوعود اللي كانت التزمت بها تجاه السلاليين اللي فيها التعويض على السطحيات اللي فيها أنها تمنحهم يعني جزء من الأراضي أو البقع اللي غادي تجهزها العمران وفيها كذلك مسألة ديال إعادة الهيكلة في سيدي بوزيد. اليوم هذه المؤسسة موضوعة أمام التساؤل ديال الجماعة السلالية باش أنها تجاوب على الأسئلة ديالها وجميع المسؤولين بالمدينة. اليوم كلنا كيتحمل مسؤوليته باش هاد الناس ضروري ما يستافدوا من هاد الارض ديالهم. حنا فلوسهم اللي عطاوها لينا هاد الناس راه مستعدين يردوها ليهم، ما عندهمش ما يديروا بها. حنا بغينا الاستفاده الفعليه، الاستفاده الفعليه. الناس راه ما ساكناش، الناس راه مهدومه. ما يمكنش تدي واحد الارض من واحد المنطقه اللي من اجمل المناطق في اسفي وتعمد هاد الناس بوالو وتضحك عليهم. اليوم من الضروري تراجعوا معنا الحساب وتريحوا معنا لاننا جاي الحوار بيننا بغينا ما القمع راه ما عندناش ما نديروا به. وتحيه لجميع السلاليين. اولا نحيي جهود الفرع الذي استطاع أن يقترب من القضايا الحقيقية للمواطنات والمواطنين وأن يتبنى إحدى أهم الملفات الحقوقية بالمنطقة وهي ملفات أراضي سيدي بوزيد. هذا الملف الذي يعتبر ملفا عادلا بدليل حضور ذوي الحقوق رجالا ونساء ومن كل الأصناف ومن كل المدن المغربية، وبالتالي فهذه الوقفة الإنذارية هي وقفة ناجحة ورمزية مؤسسة العمران التي نعتبرها مؤسسة من المؤسسات التي يرتفع فيها معدلات الفساد ونهب المال وتحتاج إلى فتح أكثر من تحقيق، وبالتالي فحتى الاختيار ديال المكان هو مكان مناسب. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.